بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم في موكب الدعوة. الشيخ صالح حفظكم الله، لا شك أن الشباب لهم دورهم المميز في الحياة، وأجد أنها فرصة مناسبة لكي يتفضل الشيخ صالح بتوجيه كلمة للشباب في هذا المقام. لا شك أن شباب الأمة هم عدتها بعد الله سبحانه وتعالى، فالواجب عليهم أن يعرفوا مكانتهم وأنهم هم أبناء المسلمين، وهم الذين سيتولون المهمات بعد آبائهم، فعليهم أن يتهيأوا للمسؤولية وأن يتهيأوا لمستقبلهم ومسؤولية دينهم ومسؤولية أمتهم، فليسوا مثل شباب الدول الكافرة الذين لا دين لهم، وإنما يتمتعون في هذه الحياة الدنيا فقط ولا يهمهم أمر دينهم ولا أمر أمتهم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، فشباب المسلمين ليسوا مثل شباب بقية الأمم الكافرة والضالة، فعلى شباب المسلمين أن يعرفوا مكانهم ومسؤوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى، وأنهم سيخلفون الجيل الذي قبلهم فيحملون هذا الدين ويحملون الدعوة إلى الله ويحملون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحملون مهمة الجهاد في سبيل الله عز وجل، فهم مهيئون لأمر عظيم، فعليهم أن يعوا هذه المسؤولية، ولا يمكنهم القيام بها إلا إذا تأسسوا على علم صحيح في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم، فعليهم أن يهتموا بتعلم العلم النافع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا من التيارات الهدامة والمناهج الخطيرة المخالفة لمنهج الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. عليهم أن يعوا هذا الأمر، أن يهيئوا أنفسهم على التربية والنشأة الدينية الصحيحة، وأن يحذروا من الصوارف والدعايات الهدامة، وأن يحذروا من المغريات الدنيوية، وأن يقدروا أيضا زمنهم فلا يضيعوه باللهو والغفلة والإعراض والمتاع الزائل، فإنهم لم يخلقوا لهذا، وإنما خلقوا لمهمة عظيمة. قال الشاعر: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. على شباب المسلمين أن يعرفوا مكانهم وأن يعرفوا ما هم مهيئون له. من الذي قاد الجيوش في عهد الصحابة والتابعين وسلف الأمة؟ هل قادها إلا الشباب؟ هل قادها إلا خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة؟ وهل تولى قضاء المسلمين وفتواهم إلا الشباب؟ معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وابن عباس وابن عمر وغيرهم، ومعاذ وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من شباب الصحابة، هم الذين تولوا أمور المسلمين في الجهاد وفي العلم والدعوة، فعلى شباب المسلمين أن يعرفوا هذه الأمور وأن يتخذوا من سيرة سلفهم الصالح القدوة الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بأمر الشباب ويوليهم عناية
خاصة. يقول لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه كلمات وجهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عباس وكان غلاما، وقال له يا غلام. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وكان رديفه على حمار، قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه هذا العلم العظيم إلى شاب يركب معه على حمار، وهو توجيه للأمة ولشباب الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام لعمرو بن سلمة وكان طفلا في وكان طفلا ربيبا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، أمه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طفلا يأكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فجالت يده في صحفة، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا غلام كل بيمينك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لطفل، لأنه سينشأ على هذه التعليمات وتنطبع في قلبه. فالواجب على علماء المسلمين وعلى عامة المسلمين أن يعتنوا بشبابهم بالتوجيه والرعاية وصيانتهم من المؤثرات الخطرة، وعلى شباب المسلمين كذلك أن يعرفوا مكانتهم في المجتمع، وأن يهيئوا أنفسهم لما هم مقبلون عليه من تحمل المسؤولية. فما ضاع من شباب المسلمين إلا من ضيع شبابه وضيع وقته، الذين ضيعوا شبابهم وضيعوا وقتهم ضاعوا لما كبروا وصاروا لا مكانة لهم في المجتمع. فعلى شباب المسلمين أن يعوا هذا الأمر وأن يتهيئوا له. نعم، أحسنتم أثابكم الله.